الأخت أم عبد الرحمن من السعودية سألت عن التسويق الشبكي، تقول بعض الشركات أحيانا يعني يشتري منها شخص منتج من منتجاتها ثم يأخذ عمولة على كل شخص يرسله إليهم لشراء هذا المنتج، وكل شخص يأتي عن هؤلاء الأشخاص هي مستمرة له العمولة، حكم هذا يا شيخ هل يجوز؟ التسويق الشبكي هو نوع من التسويق المباشر، نعم، الذي ينتفي فيه الوسيط بين صاحب السلعة وبين المستهلك، نعم، أو العميل، فليس ثمة وسيط بل المعاملة مباشرة بين مصنع السلعة، نعم، أو صاحب السلعة وبين العميل. هذه فكرة التسويق الشبكي، نعم، إلغاء الوسيط في التسويق. وسمي شبكيا لأنه يتفرع في شبكات، فإذا سوق شخص ودعا غيره لغيره ممن تفرع عنه حق التسويق حتى تكون شبكات متقاطعة أو شبكات للتسويق. هذا النوع من التسويق يختلف عن التسويق الهرمي، نعم، والفارق بينهما أن التسويق الهرمي تسويق لا سلعة فيه، لا يشترط فيه شراء سلعة، نعم، أما التسويق الشبكي يشترط. فيشترط فيه شراء سلعة، ويذكرون فروق أخرى، بعضهم يرى أن هذه الفروق مؤثرة، نعم، في الحكم، وبعضهم يقول لا هي فروق غير مؤثرة، وبالتالي التسويق الشبكي لا يختلف عن التسويق الهرمي، هكذا يقول بعض الفقهاء، وأكثر الفقهاء على تحريم التسويق الشبكي، نعم، وكذلك التسويق الهرمي بناء على أنه تسويق يتضمن الغرر، وأيضا فيه تغرير بتوظيف الأموال من غير قصد حقيقي بالتسويق أو قصد حقيقي للسلع المشتراة، لذلك يشترى شيء لا يقصد، فبالتالي هي رسم للدخول في هذا النوع من العمل الذي يعود عليه بكسب وربح لا يعلم ما هو، فهو نوع من الغرر. هكذا يكيف كثير من الفقهاء. والذي يظهر لي والله أعلم بعد التأمل والدراسة في هذا النوع من المعاملات أن التسويق الشبكي إذا كان يقوم على تسويق حقيقي، نعم، لسلع مقصودة مرادة وليس فيه تغرير، فالقول بمنعه محل تأمل، لأنه هنا التسويق مقصود والسلعة مقصودة وليس ثمة غرر، فإذا انتفت هذه المحاذير التي من أجلها بني الحكم وأنه لا يجوز، فينتفي الحكم بانتفاء مقدماته وتكون معاملة مباحة. والإشكالية في التسويق الشبكي هي في الممارسة في الحقيقة، نعم، كثير من الشركات التي تسوق شبكيا ليست ذات مصداقية، فسلعها غير مقصودة، وهي شركات غرضها وغايتها استنزاف الأموال ببيوع وهمية، نعم، لا تقصد ولا تراد. هذه الإشكالية. فإذا وجدت صورة سالمة من هذه المحاذير، نعم، فإن أصل فكرة التسويق الشبكي يندرج في عموم قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. نعم، الحمد لله، حسن الله إليكم شيخ.